مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في، تحيه كرويه مني ومن كل فريق العمل على رسم المخرج جورج خليل. افتتاح المرحله الثانيه من بطوله الفا لكره القدم للموسم 2019-2020 بمباراتين، الاولى عم تجري حاليا على ملعب بلديه طرابلس بين طرابلس والاخاء الاهلي علي، والنتيجه طبعا بعدها سلبيه، والمباراه الثانيه المباراه المنتظره بين ناديي النجمه والتضامنصور. النجمه عم يدخل هذه المباراه بمعنويات مرتفعه بعد فوزه المستحق على نادي الانصار غريمه التقليدي بافتتاح البطوله، وايضا عم يدخل ليأكد انه هذا الفوز لم يكن من وليد الصدفه. نادي التضامنصور خرج من مباراته امام الشباب البرج بنتيجه قاسيه جدا، خساره غير متوقعه ومستحقه راح تؤدي انه يعمل رده فعل اليوم بالمباراه امام النجمه. اليوم النجمه راح يحاول انه يضيف 3 نقاط، كل ظروف المباراه، كل المنطق، كل يعني الورق بيقول انه النجمه راح يضيف 3 نقاط، ولكن فوتبول ارض الواقع ارض الملعب بتقول 11 لاعب ضد 11 لاعب، اذا لا مستحيل في كره القدم. مساء الخير دكتور جواد. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبيعي الكلام اللي عم تحكيه في جزء كثير كبير منه صح، لانه بطبيعه الحال النجمه وتحضيراتها وامكانياتها وطموحاتها الافضليه والارجحيه لفريق النجمه بالمباراه، لكنه بيرجع هي 90 دقيقه كيف تتعامل معها. تضامنصور خسارته بالمباراة الماضية أمام شباب البرج عم تخليه فريق جريح، بده يجي اليوم عم يلعب مع النجمة خارج أرضه، بده يحاول قد ما فيه يخلق مشاكل ويخلق صعوبات لفريق نادي النجمة، وعنده غياب لخضر حلاق هذا بيخلي إنه القوفي هو يلعب بمركز قلب الدفاع، فبالتالي نقص بنص الملعب. نادي النجمة اليوم المفروض نحن نشوفه بوجه مغاير، يعني اليوم عم يلعب تعودنا نادي النجمه مع الكابتن محمد عبد العظيم مع الترجي ومع الانصار لعب مع فرق كبير اعلى منه كبير بالهذا، شفناه بوجه عم يلعب اليوم المواجهه مختلفه تماما، المواجهه مع فريق المفترض هو النجمه افضل واعلى منه، مع فريق بده يخلق مشاكل، في ممكن يكون عنده تنظيم دفاعي، في حيلعب بطريقه دفاعيه كمان هجمات المرتده. هل المدرب استحضر اللاعبين، حضرهم، حضر الفريق تضامنصور، متوقع شو حيصير معه، حاول ايجاد الحلول، هيدي كل حط التركيز الذهني والنفسي عند اللاعبين ما يستسهلوا المباراه، خاصه بعد الفوز على الانصار لازم يستفيدوا من الفوز على الانصار بالشكل المعنوي، لكنه ما يكون زياده عن اللزوم، ما يستسهلوا. اليوم نادي النجمه مطالب بان يكون حاضر ومستحضر المباراه بشكل جيد قريها ليقدر يوجد حلول، خاصه من بدايتها، لانه عامل الوقت ومرور الوقت لمصلحه فريق التضامنصور. كل ما بيتاخر الهدف لفريق النجمه كل ما التضامنصور بيتامل اكثر من المباراه، معنوياته بتزيد، تركيزه بزيد، استبساله وكفاحه بزيد، وبالتالي بيخلق مشاكل عند فريق. فمطالب اليوم فريق النجمه بالتركيز العالي، مطالب بمسانده جماهيريه. انا بفضل مباريات مثل اليوم يكون المسانده الجماهيريه اكثر من مباراه الانصار، لانه اليوم هن الفريق بحاجه للتركيز اكثر للفوز ب3 نقاط وعدم التفريط باي نقطه. على كل الاحوال خلينا يعني نحكي اكثر فنيا ونقرا من خلال تشكيله المباراه لكل من الفريقين. رح نبلش بتشكيله نادي النجمه، طبعا محمد عبد العظيم عظيمه يعني حافظ على الاستقرار تقريبا، غياب نادر مطر اليوم، فقط غياب نادر مطر خلاص طيب خلينا نبلش بتشكيله نادي التضامن. طيب خلينا نبلش بتشكيله نادي التضامن. التضامن عم يلعب هادي مرتضى بحراسه المرمى، بتصور بتشكيله 4-5-1 او 5-4-1. هادي مرتضى، حسين محايدلي، قادم عطيه، كوفي ايبوا، مصطفى نور الدين، بلال حاجه، محمد دبوق، عبد الباسط محمد، اسعد سبليني، عدنان ملحم، وموسى كبيرو يعني معروف بالملاعب اللبنانيه. رح ننتقل لتشكيله نادي النجمه. مثل ما قلنا محمد عبد العظيم حافظ على الاستقرار في هذه التشكيلة، فقط هناك تغيير واحد بسبب إصابة نادر مطر. عباس حسن بحراسة المرمى، علي حمام، علي السعدي، أسم الزين، عبد الله عيش، إدريسان يانج، مراد الهزلي، حيدر خريس طبعا بديل نادر مطر، إدموش حادي، إيساكا، وفايز شمسي. من خلال التشكيلتين وطريقة اللعب طبعا 4-3-2-1 النجمة، مثل ما قلنا 5-4-1 أو 4-5-1 نادي التضامن. كيف تقرا الشوط الاول من المباراة؟ اليوم التغيير حيكون بلاعب لكنه بمركزين، يعني حيدر خراس حيكون محل مراد بالارتكاز مع دريسان يانج، ومراد محل نادر بلاعب الوسط المهاجم خلف المهاجمين. بعتقد انه اليوم حنشوف انه في تراجع
من الثلث الثاني فريق التضامن صور حيواجه ويترك فريق النجم يكون مبادر ويبني من الخلف ويحاول يوجد حلول. فريق النجم اليوم بدنا نشوفه عم بقول بصوره مختلفه اليوم. هذا اليوم من اول مره حنشوف النجم بظهور ثاني، حنشوف شو قادر يعني المسانده، هل حيدر خراس ودريس انيان كني حيكون دور المسانده، والله علي حمام حنشوفه باكثر دور هجومي هو عبد الله عاش لمسانده الرباعي الهجومي ادمون شحادي وفايز شمسين ويساكا مع مراد الهزلي. فبالتالي النجم مطالب بالمبادره الهجوميه ببناء من الخلف، اللعب بسرعه لا مركزيه ويكون فعال بسرعه ويسجل حتى ما صعوبات تزيد عليه مع مرور الوقت. هيدا بالنسبه للنجم. بالنسبه لنادي التضامن طبعا واضح انه تشكيله عم يلعب بطريقه دفاعيه، ولكن السؤال الاساسي منين رح يبلش التضامن يدافع؟ هيدا السؤال الاساسي. ممتاز. المفروض التضامن اهم شيء ما يرجع كثير للخلف ويدافع بمنطقه داخل منطقه الجزيرة، لا يلعب من الثلث الاول ولا من الثلث الاخير، يحاول بعد التضامن حيدافع من الثلث الثاني بمساحه حوالي 30 متر يعني بنص ملعبه حيكون اخر خط دفاع، بنص ملعبه وبنص ملعب النجم حيكون اول خط دفاع، بهذه المساحات بيكون هو ما تراجع كثير وما قرب كثير ما عمل مساحات. وبالتالي اذا كان هذا الفريق متدرب عليه ومنظم مزبوط وتفاصيل وجزئيات على مستوى الثنائيات، بعتقد اليوم حنشوف ثنائيه بين مراد الهزلي وبلال حاج، وبما انه مراد هو حيلعب وراء المهاجمين وبلال حاج هو الارتكاز اللي لعب امام المدافعين، حنشوف في مواجهات كثيره. بعتقد النجم عامل السرعه مش سرعه بالركض، سرعه الريتم، سرعه الاداء هي لازم تكون مفصل، والحلول الفرديه عبر الاطراف. انا برايي الظاهرين اليوم لهم دور كثير كبير، علي حمام عبد الله عاش بس بنشوف كمان انه محمد زهير حاطط لعلي حمام، حاطط عدنان ملحم اللي هو بالاساس مهاجم عم يلعب على الجهه اليسرى، فهون بده ينتبه. يعني عدنان ملحم عنده واجب دفاعي مع علي حمام، لكنه كمان علي حمام ينتبه من الانطلاقات خلفه لعدنان ملحم، وكذلك امر بالنسبه لاسعد سبيني مع عبد الله عاش. على كل الاحوال خلينا ننتقل عند زميلينا فارس كرم وشرد الكريم للتعليق على هذه المباراة. نتمنى أن تكون مباراة جميلة وظيفة على الأقل الشوط الأول إلى غزة التعليق.